صباح النور، مرحبا بكم ناس كل. هذه اخبار الرياضه من راديو ماد. اهلا، بدايه بالمباراه، الحدث بالمباراه الاهم تقريبا في الاربع سنوات الاخيره. نحكيه على المباراه البراج بين المنتخب الوطني التونسي لكره القدم ونظيره المالي، مباراه رهانها التاهل الى النهائيات كاس العالم قطر 2022. بدنا نستقصاو في الأخبار متاع الفريق المنافس المنتخب المالي، اللي كشفت وسائل إعلام مالية البارح عن إمكانية غياب 4 ملاعبية من المنتخب المالي عن مواجهة المنتخب التونسي. وفقا لما أعلنت زاد نفس المصادر، فإنه متوسط ميدان نادي سالسبورغ النمساوي محمد كامارا ممكن يكون غايب على قائمة اللاعبين المنتخب المالي، واللي باش يعلن عليها المدرب محمد مقاسوبا خلال الأسبوع هذا. من جهة أخرى، من المنتظر تشهد قائمة منافس المنتخب التونسي غياب كل من مهاجم نادي رانس الفرنسي البلال توري، متوسط ميدان نادي هتاي سبور التركي أداما تراوري، ولاعب أونيفاد المجري بوبكر تراوري. نذكر المنتخب المالي يستقبل نظير التونسي ضمن ذهاب الدور الأخير من تصفية كأس العالم نهار 25 مارس، وبعدها بطبيعة مباراة العودة بشكون إن شاء الله نهار 29 من نفس الشهر في ملعب حمادي العقربي بيرادس. تتلعب اليوم المقابلات المؤجلة من الجولة 11 من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. نعطيكم المقابلات: الترجي اتحاد بن قردان والتحكيم لهيثم جيرات، اتحاد تطاوين النادي الصفاقسي والتحكيم لكريم الخميري، ولحساب المجموعة الثانية الترجي الرياضي الجرجيسي واجه النجم الرياضي الساحلي بإدارة الحكم هيثم حسني. حسب تقارير صحفية، فإن الترجي الرياضي التونسي باش يغادر إلى مدينة إجوانينغ البوتسوانية، وهذا قبل 72 ساعة من مواجهة فريق جالكسي البوتسواني ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات لرابطة الأبطال الأفريقية. واتفق مسؤولو نادي باب السويقة مع وزارة الدفاع، وهذا من خلال استغلال الطائرة العسكرية لتأمين رحلة خاصة ومباشرة من إلى مدينة جوانينغ البوتسوانية. ونذكروا أنه الترجي الرياضي التونسي باش يغادر مباشرة من بن قردان. تعرض المدافع الشاب للنجم الرياضي الساحلي غفران النوالي لالتواء بالكاحل في مباراة الترجي الرياضي التونسي نهاية الأسبوع اللي فات، والفحوصات اللي خضع لها الملاعبي أكدت أنه باش يكون بحاجة إلى راحة ما تقلش عن 3 أسابيع، وهكا باش يكون خارج الخدمة في مواجهة الترجي الجيس في مباراة اليوم. وفي سياق متصل، ينتظر تواصل غياب المدافع المحوري زياد بوغطاس 3 أسابيع، إضافة إلى أنه أثبتت الفحوصات أنه يعاني من تمزق عضلي مع الراحة باش يكون تقريبا شهر، وهكا يرتفع عدد المدافعين المحورين المصابين في الإتوال إلى 5 ملاعبية، هما عبد الرزاق بوزورة وصار صلاح الدين الغدامسي صدام بن عزيزة زياد بوغطاس، وينضاف لهم كما قلنا غفران النوالي. من جهته النادي الرياضي الصفاقسي فانه يعاني من غيابات كبيرة ضد بطبيعة بعد مباراة اللي لعبها قدام بيراميس ضد اتحاد تطاوين، وباش الملاعبيه اللي باش يخسر خدماتهم للسي اس اس اليوم هما فراس شوات، مليك الرياح، علاء الدين غرام، محمد النصراوي اللي يعانيوا من اصابات وباش يكونوا غايبين على مباراه اليوم، وهذا كذا نضيفوا لهم غيابات كل بطبيعه محمد بن علي ونبي كمارا بعد حصولهم على الانذار الثالث. أعلن نادي هلال شابة في بلاغ ليه عن إنهاء العلاقة التعاقدية اللي تربطه بالمدرب الفرنسي برترون مارشان بعد حوالي 2.5 سنين من توليه تدريب الفريق. أعلنت الهيئة المديرة لفريق جندوبة الرياضية في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية على الفيسبوك عن جملة من القرارات اتخذتها عقب الاجتماع الطارئ اللي عقدته البارح في مقر النادي.
وشملت العقوبات اللاعبين اللي تخلفوا عن مباراة الفريق الأخيرة ضد الأمل الرياضي بجربة نهار الأحد، واللي اضطر خلالها المدرب إلى وضع اللاعب وحيد على بنك البدلاء في مقابلة تم على إثرها فتح تحقيق من طرف الجامعة التونسية بسبب شبهة التلاعب بنتيجتها. وتراوحت العقوبات اللي أعلن عليها لعنت عليها هيئة جندوبة الرياضية بين الشطب النهائي وتجميد النشاط لزوز مواسم، مع دعوة لاعبين آخرين للمثول أمام مجلس التأديب. الختام في بلاغ أصدرته قبيلة شوية الجامعة التونسية لكرة القدم اللي تقول فيه تعلم الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة أنه قد ورد عليها مكتوب من ولاية مدنين وقع التأكيد من خلالها أنها توصلت بدورها بمراسلة من السيد مدير الإقليم الأمن الوطني بمدنين بتاريخ 14 مارس، مفادها أن المقابلة اللي بتجمع الترجي الرياضي الجوجيسي والنجم الرياضي الساحلي تلعب نهار الأربعاء 16 مارس بالمركب الرياضي بجوجيسي يجب أن تدور دون حضور الجمهور الضيف، بحضور الجمهور المحلي فقط، وذلك لوجود أشغال بمدارج الجمهور الضيف وبدورات المياه الخاصة وبقايا المواد البناء وكذلك بملعب الفرعي من جهة مأوى جمهور الضيف. وأن تؤكد الرابطة أن هذا القرار متأخر يخرج عن مسؤوليتها، فهي ترجم كل الجهات المعنية إعلام الرابطة بمثل هذه المواضيع قبل المقابلة بأجل معقولة. نحن نحكيه على بطولة متاع رابطة محترفة لكرة القدم، تقريبا ملعب في ترافو البغلي والبالة والبيوش إلى غير ذلك، والسلطة الجهوية بتم تميمها تتحرك صبحية المباراة. الختام الكرة في أوروبا بعد مباراة كبيرة البارح، بعد نجم نقول خروج مانشستر يونايتد وأجاكس أمستردام البارح، اليوم باش نعرفوا خروج زوز فرق أخرين وترشح زوز فرق أخرين. اليوم 9 تعليل الموعد مع مباراة اليوفي وفيا ريال بتبيع إياب الدورة 16 من رابطة الأبطال الأوروبية. التعادل كان بين الفريقين هدف مقابل هدف، وليل في مهمة صعبة، وهل تستغل الظروف الإدارية واللي محيطة بنادي تشيلسي الإنجليزي، نادي تشيلسي اللي عنده أسبقية الذهاب هدفين مقابل صفر. أكيد زوز مقابلات مهمة باش نتفرجوا، أكيد باش نشيخوا بالكرة عكس هذه الأخبار هذه متاع اللي كنا نحكيه عليها متاع مواد البناء وغيره متاع الترانات اللي لا تصلح لحتى لحاجات أخرى غير كرة القدم. زاد اليوم عندكم موعد 8:30 برايتون تتقابل مع توتنهام في إطار الجولة 27 من البريمير ليج، وفي نفس الجولة قمة 9:15 الأرسنال باش يواجه ليفربول، وقبلها 6:30 لحساب البوندسليغا الألمانية ماينز يتقابل مع بروسيا دورتموند. كانت هذه أخبار الرياضة، قدم لكم معاذ شريف، إلى اللقاء.